مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليس تي ان. اليوم المنصف المرزوق وكيما تعرف وعدنا قبل بثلاث ايام انه عنده مفاجاه كبيره ياسر للشعب التونسي، ومعروف اللي هو يساند في النهضه، ومعروف اللي هو زاد ضد الشيء اللي قام به رئيس الجمهوريه التدابير الاستثنائيه وكيفاش عزل البرلمان. اليوم المنصف المرزوقي يفاجئ التوانسة، أي نعم يفاجئ التوانسة بعد إشرافه اليوم في ساحة الجمهورية بباريس على وقفة احتجاجية تحت عنوان ضد الانقلاب أمام عشرات من التونسيين المقيمين بفرنسا وبحضور بعض الوجوه المعروفة. وفي سياق خطاب المرزوقي طلب من فرنسا الديمقراطية التدخل لعودة البرلمان في تونس. خطاب المرزوقي تلقى عديد الشتائم والاتهامات من الشعب التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما كنت تسمع هذه المفاجأة اللي بحضرها المنصف المرزوقي انه يعارض في رئيس الجمهورية وعمل وقفة احتجاجية في فرنسا وبون ثم عبيد زاد مساندات ومجالة تونسية حسيروا ما تنسوش انتم تعطوني رايكم على الشيء اللي قاعد يصير وشنو قاعد يعمل المنصف المرزوقي في فرنسا. النهضة باقي تخدم به كما شفتوا زاد جاوب بن مبارك الفيلم اللي عملوا تاع الكل غارت في غارت وقال لك امنيين معناها اعتدوا عليا. وما ننسوش زاد غدو الحي 10 اكتوبر انه النهضة عندها مسيرة زاد كبيرة، هم يقولوا كبيرة لكن ما ثم حتى شيء. هذا الكل علاش على التدابير الاستثنائية اللي قام بها رئيس الجمهورية ومعارضينه وبسموه معناها بالانقلاب، لكن رئيس الجمهورية قال هذا انقلاب لكن بالقانون وبالدستور وهم يقولوا لا. ما تنسوش تعطوني رايكم على الكلام اللي تسمعوا فيه، انت مع رئيس الجمهورية ولا ضد؟ انا واحد من الناس كمواطن عادي انا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مثلا مش علاش خاطر هم اخذوا فرصتهم 10 سنين والبلاد غرقت اكثر فاكثر والشعب التونسي باقي محتاج والعباد كلها امورها الاجتماعية تعبه على الاخر، مثلا مش علاش نحطوا اليوم نساندوا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالكش تتبدل الاوضاع. على ذيك انا ساند رئيس الجمهورية وانت ما تنساش تعطيني رايك وهكذا نكون وصلنا الى نهاية الموضوع.